أثناء عملية التغطية الأمنية التي دامت حوالي ساعتين من بداية نزول الأمطار، وأثناء الإفطار تقريبا وبعد الإفطار تم نداء آخر، وهو غرق سيارة من نوع كليو كامبيوس، عفوا قلت غرق سيارة على حافة الطريق من نوع كليو كامبيوس. توجهنا على جناح السرعة في الطريق الوطني رقم 23 على بعد 5 كيلومترات من المدينة، وتم إنقاذها وإخراجها بكل احترافية. تحتوي على شخصين جنس ذكر وطفلتين صغيرتين.